Ellen. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الجيتار والموسيقى وهندسة الصوت وما بعد ذلك. النهاردة هنتكلم عن بنت صغيرة. البنت ديت اسمها إيلين. البنت دي عايشة في امريكا. إيلين عندها 9 سنين دلوقتي. وبتعزف الجيتار البيز. قصة إيلين انها وهي صغيرة خالص باباها هو اساسا عازف جيتار وموسيقي ومهندس صوت. وبينتج شوية ألبومات خاصة به هو وخاصة بفرقة هو عاملها. فباباها موسيقي يعني ويفهم يعني موسيقى وعامل استوديو حتى في البيت عنده يعني بيشتغل فيه يعني. باباها لاحظ ان هو وهي صغيرة كان بيجيب الجيتار بتاعه يقعد يغني لها وهي طفلة صغيرة خالص. كبرت إيلين شافت جيتارات باباها، شافت الجو الموسيقي اللي هو حاطه في البيت يعني، فيعني بتتفاعل معاك اي طفلة. مفيش اي موسيقى اتعزفت من إيلين وهي بيبي وهي صغيرة خالص، مش عبقرية يعني، مش موتسرت مثلا هو عنده 7 سنين كان بيلف اوروبا كلها يبهر الناس بعزفه للبيانو وبمقطوعاته اللي ألفها هو 8-9 سنين مثلا. فهي مش العبقرية من النوع دوت، هي مش العبقرية من النوع دوت. بنت لطيفة جدا محبوبة، لسه بتروح المدرسة وباباها بيروح يجيبها من المدرسة، بتتصرف كأنها طفلة عادية جدا خالص. Get in the car. There's a man recording dismissal. Was that weird? No, because there is a man. Because it's my dad. باباها لاحظ انها وهي عندها 8 سنين كانت مهتمة بالجيتار بصفة عامة، كانت عايزة تعزف جيتار زي باباها. فمسكت الجيتار الالكتريك العادي يعني عزفت عليه شوية وخلاص، وبعدين لقت الجيتار البيز. باباها كان عنده جيتار بيز يعني، فمسكت الجيتار البيز عجبها الجيتار البيز وعجبها انها بتقدر تعمل عليه ايقاع. فباباها علمها جملة صغيرة يعني للموسيقى لأغنية. لو تلاحظ حتى بتعزف صباع واحد بس على نوتة واحدة وبقية الأوتار فاضية، وبتعزف بس بصباعها الإيقاع بتاع الغنوة اللي هي مشغلاها ديت وبتسمعها وبتعزفها. فعجبها الموضوع جدا. كان عندها كام سنة في الوقت دوت؟ 8 سنوات، يعني من سنة واحدة بس. إيلين بعد كده استعملت تطبيق موجود على الآيباد، هكتب لكم اسمه وحطه على التعليقات تحت. التطبيق ده بيساعد الناس اللي عايزة تبدأ في الموسيقى وما عندهاش وقت تاخد دروس وبتاع، وتبتدي تعمل حاجات بسيطة عليه وبتاع، ولكن هو بيوصل في الآخر انك انت تقدر تعمل أغاني منه. يعني هو مش هيوسع معلوماتك الموسيقية، مش هيخليك تفهم نظريات او تفهم تأليف او تفهم، ولكن هيساعدك تعزف الأغاني اللي انت بتحبها وخلاص. فالتطبيق ده بمساعدته بقت هي يعني قاعدة عليه بتذاكر عليه. بتذاكر كام ساعة في اليوم بقى إيلين؟ مش قاعدة طول النهار تفحت ايدها على الجيتار عشان توصل. هي بتقول من كلامها هي انها بتذاكر 2 ساعة غالبا في اليوم. ده في الايام اللي بتذاكر فيها، في ايام طبعا ما بتذاكرش فيها، طفلة بتلعب وبتروح مع صاحباتها وبتعمل وعندها اهتمامات تانية، ولكن يبدو انها بتحب الموسيقى، بتحب ما تفعله. فال2 ساعة اللي بتقعد تتمرنهم دول بتقعد تتمرنهم على الاغاني اللي بتتعمل على البرنامج اللي هو على الايباد دوت. وفي نفس الوقت باباها طبعا لانه موسيقي والمدارس وفاهم، ابتدى يغذي فيها حاجات زي تعليم السلالم مثلا، يعني ايه كورد وهي تلعبه على البيز ازاي كتفريط نوته، يعني ازاي تفرط النوته بتاعته على البيز تبقى اربيجيو بالنسبه للكورد. اوكي، what are we gonna do today? What do you wanna do today? Scales. Scales? Yeah. Okay. Play the G major scale. Okay, play 1, 3, 5, 8. 1, 3, 5, 8. Okay. Okay, that's major. بيعلمها النظريات، يعني ايه تعمل سلم مثلا ماجير، سلم منير، سلم يعني تبتدي تتعلم تعمل على الجيتار بتاعها الحاجات اللي احنا بالظبط اللي احنا عملناها كلنا في الحلقات بتاعتنا اللي احنا عملناها. راجع معانا قائمه السلالم وراجعت قائمه الكوردات وشوف الاربيجيوز بتاعتهم شكلها عامل ازاي في القسم بتاع النظريات. فإيلين
بتعزف اللي هي بتشوفه على الايباد في البرنامج دوت اللي هو بيعزف الاغاني, بيعلمه, بيعلم الناس عزف الاغاني, واشتغلت كويس لدرجة انها لفتت الانظار جدا, بقت تعمل فيديوهات ليها وبقى هو طبعا كان بيصورها وتحط الفيديوهات بتاعتها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك, فعملت ضجة شديدة جدا في امريكا لدرجة انها لفتت نظر البرامج الامريكية المختصة بالحاجات دي, البرامج اللي هي شعبية رهيبة جدا, ومنهم برنامج ستيف هارفي اللي استضافها في حلقة من حلقاته. Listen, even though my next guest is only 9 years old, she's already being called a child prodigy for her mad, mad skills on the bass. Yeah. Oh my goodness, man. Please welcome Ellen. عمل معاها حوار البنت لطيفة جدا وحبوبة واخدة المواضيع خالص مش في دماغها خالص, لا شهرة ولا في دماغها اي حاجة, هي مستمتعة باللي بتعمله بابتسامتها الجميلة ديت, استضافها في البرنامج وعزفت في البرنامج مقطوعة حلوة لأغنية من فريق من الفرق الأمريكية اللي بتعزف شبه نوع من السول أو الفانكي الحديث الأمريكي. فكانت المفاجأة لإيلين إن ستيف هارفي جاب الفريق دوت على الفيديو كول. I got somebody else for you too. Some more friends of mine. Some dear, dear friends of mine. We go back like Cadillac seats. Nine times. Grammy Award winning icons, the one and only Philip Bailey, Ralph Johnson, Verdeen White, Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire for the building, boy. What? 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 Man. وشافوها وهي شافته وقالوا لها انت بتعزفي الاغنية بتاعتنا احسن مننا, فهي انبسطت طبعا من التعليم ده والتشجيع بتاع الناس اللي كانوا موجودين في البرنامج الوقت ده, وانهالت عليها الرسائل والايميلات, وابتدت حتى ناس بيصنعوا جيتارات, طبعا البنت صغنطوطة وايدها صغيرة, فابتدت ناس من اللي بتصنع جيتارات كهواية في بيوتها, يعني في ناس على فكرة عندها الهواية دي بيصنعوا جيتارات وبيصنعوا آلات موسيقية في بيوتهم, هوايتهم النجارة والعمل الحاجات ديت وبتاع. فواحد عمل لها مثلا بيز مخصوص ليها باسمها بالشكل بتاعها بالبتاع ويبعته لها هدية مثلا, فالبنت لقت حب كبير جدا من الناس واصبحت على السوشيال ميديا فعلا ليها مكان بسبب العزف بتاعها, بسبب بساطتها وبسبب ابتسامتها. في اغنية عملتها حتى كمان للبيتلز اسمها بيني لين. بيني لين ده اسم شارع من شوارع ليفربول, البيتلز كتبوا عنه اغنية لان كانوا بيكتبوا الاغاني على البيئة اللي هي محيطة بيهم, فالشارع بتاع بيني لين ده كانوا بيحكوا عنه ان في مكان عربيات مطافي, وكانوا الراجل بتاع الاطفاء ده بيحب يلمع العربية بتاعته دايما لان دايما العربية بتاعت المطافي لازم تكون بتلمع, وبيحكوا عن حلاق موجود في, يعني الاغاني يا جماعة لازم تبقى فاهم ان الاغاني بتعبر عنك انت وعن البيئة وعن ما تفكر فيه وما تحلم بيه, الموضوع مش متفصل. اوعى تتعمد تعمل اعمال فنية عشان تركب على السوق مش عارف ايه تبقى او تفصلها على, لا خالص, هي الموضوع لازم يبقى تعبير, كل اللي بيطلع من القلب بيوصل القلب. فهي عملت الاغنية بتاعت بيني لين, انا اما شفت الاغنية اللي هي بتعملها هتلاقوها طبعا على اليوتيوب, وهحط لكم برضو اللينك بتاعتها على التعليقات تحت, انتوا هتشوفوها الاغنية كأنها معمولة لها هي مش بيغنيها البيتلز. Penny Lane, there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the queen. He likes to keep his fire engine clean, it's a clean machine. اعتقد إيلين هتضر باباها لان شهرتها فاقت شهر باباها طبعا كتير جدا, باباها عازف, كان عازف, بدأ عازف ميتال وبعدين ابتدى يعزف جاز, ونوع من الجاز بيسموه الفيوجن. الفيوجن ده نوع ليفل تاني من الجاز, بتعمل بقلات مودرن وليه ناس مشهورين كتير في العالم وليه هوايته والناس انا بحبه شخصيا اللي هو الفيوجن. فباباها ليه مقطوعات حلوة لان هو من اصل ارماني اساسا, فجايب معاه باك جراوند كمان تشبه الباك جراوند بتاعتنا, يعني جايب معاه خلفية ثقافية فيها سلالم ما يعرفوهاش كتير في الغرفة, بيعمل ليه اعمال جميلة جدا, وانا شخصيا معجب بموسيقى يعني, وعازف جيتار شاطر جدا, يعني عازف جيتار شاطر جدا. ولكن إيلين طبعا خرجت على الجميع باكتساح, يعني مفاجأة جميلة جدا.
طيب نفسر اللي عملته إيلين في سنها الصغيرة ده. أولا إيلين في سنة واحدة وصلت للمستوى اللي احنا شايفينه ده. فده يعني كسرت الإشاعة اللي بتقول انك انت محتاج عمر طويل عشان تعزف موسيقى. دي أول حاجة كسرتها إيلين. تاني حاجة انك انت لازم تكون خريج بقى كلية موسيقية وتدرس علم الهارموني المش عارف ايه بتاع عشان تستمتع وتعزف الموسيقى وتعمل الكلام ده. ده كلام مش صحيح، لان اغلب عازفي العالم اللي برعوا في الموسيقى ما كانش عندهم تعليم اكاديمي، واغلب الناس اللي بتتعلم تعليم اكاديمي ولا بيعملوا بأي حاجة خالص، ومش بتلاقيهم ولا بتسمع صوتهم ولا بتسمع هم ايه، لان الموضوع مش كده خالص. الموضوع موهبة واحساس، وفي نفس الوقت العلم بيزود قدرتك على الانطلاق لو انت عندك الجزء الاولاني بتاع الحب والموهبة طبعا اللي انت احنا قلنا عليهم دول. ثالث حاجة الاصرار والعمل بجدية. إيلين بتتمرن ساعتين في اليوم، غالبا. طب هي في المدرسة عاملة ايه؟ لا بتروح المدرسة عادي جدا وبتعمل واجباتها. وطبعا التعليم في الغرب غير التعليم عندنا، يعني التعليم عندنا مطلوب منه انه يطلع لنا المواطن اللي هو ما بيقولش لا في اي حاجة، المسحول على طول دوت البتاع. فبيحرصوا على ان الطفل يسحل من هو طفل بواجبات في البيت وواجبات مش عارف ايه ومنهج مش عارف ايه، والولد يروح يعني متعذب مع 20 شنطة في المدرسة. الكلام ده مش في الغرب خالص، مفيش الكلام ده خالص عندهم. الطفل بيروح المدرسة غالبا لما بيروح البيت ايش حاجة يعملها، يعني كل حاجته عملها في المدرسة خلاص وبيستمتع بوقته. حتى كمان طريقة التعليم للأطفال اللي في سنها بتبقى باللعب يعني، فهو بيحب المدرسة أساسا، الطفل بيحب المدرسة. فالإصرار بتاعنا الساعتين اللي هي بتتمرنهم كل يوم ديت، أدي تالت حاجة. رابع حاجة إيد بس تتمدلك كده. الإيد دي ممكن تكون من أي حاجة، تكون من مدرس كويس فاهم شاطر، شخص تاني عازف أحسن منك بيمدي لك إيده وبيعزف معاك، اليوتيوب، الدروس الأونلاين، الدروس بتاعت الأكاديميات والمعاهد الموسيقية. واخد بالك دي برضو فايدة من الفوائد، ان احنا عندنا معاهد موسيقية واكاديميات انها بتخرج لنا مدرسين بيعلموا الناس اللي عايزة يبقى ليها مجال في المجال الفني دوت، وناس شاطرة وناس عندها الموهبة ديت والحب ده، فبيساعدوا الناس دي كويسة. فدي فايدة هايلة جدا للمدرسين الموسيقى. فاحنا كسرنا باللي عملته إيلين دوت حاجات كتيرة قوي. نتمنى الناس اللي بتشوف الفيديو دوت دلوقتي وتشوف إيلين وتتابعوا الموقع بتاعها على انستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب، شوفوا البنت الصغيرة ديت بإيدها الصغنطوطة ديت خالص بتعمل ايه. الموضوع مش صعب، الجيتار عزفه مش صعب، بس كل حاجة في الدنيا عايزة وقت وعايزة مجهود. كل ما هتديها هي هتديك تاني. استمتعوا معايا مع إيلين، واشوفكم الحلقة الجاية.